اسمي سلطان الغامدي من المملكة العربية السعودية بالتحديد جدة. حديث تخرج نظم معلومات. تعرفت على مسلسل بيكي بلايندرز من طريق الناس. مسلسل أول ما انتشر بشكل غريب لأنه ما في مسلسل بحقبة زمنية قديمة الناس تحبه مثل بيكي بلايندرز، من المسلسلات اللي جلسة واحدة تجلس وتتابعه كامل بدون ما توقف ولا ثانية أصلا ما ينديك. أكثر التفاصيل اللي تجذب في المسلسل الحقبة الزمنية واللبس، خامات الملابس والأشكال والحياة البسيطة. أبدأ المسلسل في صوتيات الأحداث، موسيقى مقدمة المسلسل أنا بتكلم عنها لأنه مرة حلوة، لأنه أنا مرة عجبتني وسويت عليها كوزليات كثيرة على المسرح بس بالصوت حتى بدون مشهد تمثيلي، وبعضها كانت لا بمشاهد تمثيلية بأصوات وأدوار توماس، لكن الخلفية الموسيقية حقت المقدمة تفوز بأفضل الخلفيات الموسيقية اللي ممكن أنت تقعد تشغلها عشان تستمتع، تكررها عشان تنبسط، عشان ترجع أحداث المسلسل لك. تابعت مسلسل بيكي بلايندرز مرتين كامل ومرات كثيرة مقطعة، تابع حلقات معينة. أكثر الحلقات اللي علقت عندها ووقفت لما الشخص اللي حبه مات في يده، كيف كانت مأساوية، كيف كانت ليلة شنيعة على توماس شيلبي. أنا حسيت بحزن شديد على توماس، كيف هو مكسور، الشخص اللي حبه مات قدامه وبين يديه. نقدر نقول إنه توماس شيلبي إنسان عاطفي رغم الحطام والألم، لأنه شخص جدا حساس. أكثر حاجة نفسي أعيشها مع البيكي بلايندرز لما راحوا لندن وقلبوا الكلب فوق تحت ولا أحد يتكلم، البيكي بلايندرز هنا. أكثر شيء جذبني في توماس شيلبي أنه كان رئيس العصابة وكان يتحكم بجميع المدخلات والمخرجات داخل المدينة اللي هو فيها، إلين اضطر أنه يتوسع وحب أنه يكون أكبر، ما كان في شيء يوقف شغفه وطموحه. تأثرت بشخصية توماس شيلبي أنه صرت أفكر قبل ما أتكلم إيش الكلام اللي حيغير الموقف قدامي، إيش الطريقة اللي حتخلي الموقف هذا كله لصالحي. كذا أثر علي توماس. بعد توماس شيلبي نروح للأخ الكبير آرثر. آرثر ما كان عنده كبت غضبة، آرثر كان شديد الغضب. آرثر كان كل اللي في راسه يسويه قدامه، كان ذراع توماس شيلبي اليمين القوي. بعد ما شفت الأدوار في المسلسل والحوارات أنا تأثرت جدا 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 بتمثيلهم، حاولت أتقمص الشخصيات وحبيت التمثيل ومثلت في المسرح، مثلت على الكاميرا. توماس شيلبي كان مصدر إلهام لي لعالم التمثيل، حواراته، نظراته، الكاريزما العالية له، حتى جلسته وقت استرخائه كلها أثرت علي. أدمنت الشخصية، أدمنت توماس. لما جيت بتقمص شخصية توماس أول شيء بديت فيه البدلة، فصلت البدلة، سويت شخصية، اضطريت بس إني أحلق، صرت أشبهه. الآن ما اكتفيت بالكوزبلاي، صار عندي شغف تمثيل، صار عندي شغف في المسرح. عدت المسلسل مرة ثانية عشان أقدر أمثل وأقدر أتقمص شخصياته وأقدر أتقمص أدواره وأقدر أتقمص طريقة كلامه وحديثه على المسرح، والحمد لله سويت أكثر من عرض على المسرح. أهلي في البداية ما تقبلوا الموضوع، كيف إنه أنا كنت بشكل فجأة صرت شكل ثاني، لكن مع الوقت تقبلوا الموضوع صار شيء عادي. الآن قاعد أقول لأمي الشخصية هذه اللي أنت تشوفينها قدامك اليوم أنا حسوي مقابلة مع نتفليكس عشانها. المسلسل غير حياتي كلها، المسلسل خلاني أدخل في عالم التمثيل والمسرح، المسلسل خلاني أحب الكوزبلاي، المسلسل غير حياتي من جد، من إنسان هاوي جيمينج لإنسان هاوي تمثيل. شخصية توماس شيلبي غيرت حياتي. أتمنى أن تكون العائلة كلها صديقة لي وأنا برفقتهم وتحت مظلتهم عشان ما أخاف أبداً.